رسوماتكم في المرسم هي سلسلة فيديوهات بعرض فيها رسوماتكم، وهشارك معاكم شوية نصايح تساعدكم ان انتوا تطوروا رسمكم. انا البوست ده سهيلة اللي حطاه. طبعا في فرق كبير جدا بين الرسم بتاعها في السنتين. هنلاحظ ان مثلا في 2018 هي كانت بترسم الشعر او الخطوط عامة بشكل عشوائي جدا، هنا ابتدت تنظم الخطوط بتاعتها اكتر، يعني بقت ترسم شكل معين وجواه اشكال اصغر منه، فدي حاجة حلوة اتطورت في رسمها. في 2019 انا شايفة ان النسب عندها اتطورت كتير جدا عن 2018، فدي حاجة حلوة برضو ايجابية في رسمها. بالنسبة بقى للتضليل اللي انا دايما بقول لكم ركزوا عليه، سهيلة بتعمل الشكل نفسه من بره ومش مضللة الوش نفسه من جوه، مضللة الحاجات او الملامح الاساسية، مضللة العين ومضللة الانف والشفايف. ده بشكل ما عامل ستايل حلو، يعني انا شايفة ان ده ستايل حلو هي محتاجة ان هي تكمل عليه، مش لازم ان هي تعمل الحاجة رياليستيك. في فنانة كمان سورية انا بحب شغلها، عايزة اوريك يا سهيلة الرسم بتاعها لانه الشخصيات بتاعتها قريبة جدا من اللي انت رسمها في 2019 دي. شوفي بقى طريقة التضليل بتاعتها، مش بتستخدم طريقة رياليستيك. لو انت حابة ان انت تكملي في الاتجاه ده اتمنى ان انت تشوفي شغلها، لانه ممكن يعني يلهمك ان انت تشتغلي حاجات كتيرة بالستايل ده. هنا مثلا الصورة لما هي حبت تطور الستايل بتاعها ده من الرصاص للألوان الزيتية، برضو فضلت محتفظة بالروح بتاعة الشغل بتاعتها او بالعمل بتاعها، بس طورته بشكل واقعي اكتر. فدي نصيحتي ليكي يا سهيلة، انت عندك ستايل حلو في رسمك، اتمنى ان انت تكملي عليه كده. برضو ده ما يمنعش ان انت تعرفي كل الاساسيات علشان تقدري تطوعيها بعد كده في اي اتجاه انت عايزه تشتغلي فيه. الرسمه الثانيه جنى اللي عاملاها، انت محتاجه ان انت تشتغلي على التضليل. عايزاكي تشوفي الفيديوهات بتاعه التضليل اللي انا عملتها، والفيديو بتاع الشعر كمان بالذات، لانه انت اللي انت عاملاه هنا في الشعر ده كانه اول خطوه من رسم الشعر. احنا المفروض ان احنا لما بنرسم الشعر بنقسمه مثلا لكتل كده، الكتلة دي هتكون واخدة تون معين، الكتلة دي هتكون واخدة تون معين، ودي هتكون واخدة تون معين، غالبا بيبقى غامق فاتح وبعدين غامق، علشان التدرج ده هو اللي بيحسسني الحاجة اللي انا شايفاها رياليستيك. زي ما انت مثلا عاملة هنا في الحواجب، انت عاملة فيها اجزاء غامقة واجزاء فاتحة، فانت كده كأنك ما كملتيش الرسمة. يعني حاولي ان انت ترجعي تشتغلي عليها بعد ما تشوفي الفيديوهات اللي انا عاملاها عن التضليل وعن رسم الشعر والحاجات التانية، علشان تقدري توصلي للنتيجة الصحيحة. الغلطة اللي انت عاملاها هنا هي انه دايما بيبقى فيه خط كده واخد الانف والشفايف مع بعض، شايفة الفرق البسيط؟ الجزء اللي متحرك هنا ده بيخلي شكل الرسمة مش طبيعي او فيها حاجة غلط، فخدي بالك بعد كده ان انت دايما تبقي بتمشي بخط واحد كده، الملامح تبقى بتتحرك مع بعضها، مش كل حاجة بتترسم لوحدها. افرجي كمان على الفيديو اللي انا عملته عن الاخطاء بتاعة المبتدئين في البورتريه، لانه هيفيدك جدا من ناحية النسب وتوزيع العناصر، وانت ازاي تعملي تصميم للبورتريه من الاول قبل ما تضللي. النسب عندك هي اللي كويسة جدا، يعني المسافات بين كل حاجة وحاجة ممتازة، يعني ما فيهاش اي اخطاء. دايما بيبقى فيه خطأ في الاذن، بتلاقيها مثلا بعيدة قوي او قريبة قوي، لا انت عاملاها مظبوطة وجاية على مستوى مع العين والمستوى الصحيح مع الانف، فدي حاجة انت عاملاها صح، يعني كتير جدا بيعملوها غلط. يعني في حاجات بس بسيطة كده هي اللي انت محتاجة تركزي عليها عشان رسمك يتحسن عن كده. تابعوا السلسلة دي علشان تستفيدوا من تجارب رسامين مختلفين، وكمان تقدروا تشاركوا برسوماتكم على الهاشتاج في انستجرام. شكرا جدا لمتابعتكم، وبتمنى لكم يوم مليان فن وجمال.